السلام عليكم، اسمي ديانا الدجني وانا عم ببلش مشروع اسمه ايديو تكنوز. احنا بنقدم فيه مجموعه من الالعاب الالكترونيه للاطفال اللي بتتراوح اعمارهم بين 3 و7 سنوات عشان يتعلموا عربي. فالطفل لما بيمسك اللعبه ما بتعلم، ما بيكونش الهدف من وراها انه يتعلم، الهدف انه يلعب. فمن خلال لعبه بنحط له المهارات العربيه اللي بدنا اياه يتعلمها في الموضوع. فيعني هلا المشروع بشكل عام عباره عن شقين، الشق الاول اللي هو الالعاب نفسها، والشق الثاني عباره عن برامج بتساعد الاهل وبتساعد المدرسين والمدارس بشكل عام انهم يعرفوا كيف الولد تطور، يتابعوا البروجرس تاعه، يتابعوا التطور تاعه للطفل. فاحنا اذا بهمنا يكون الالعاب مريحه، بنحب انه يكون في نتائج تتحقق. وهي كيف تتحقق هاي النتائج؟ لما المهاره اللي موجوده في اللعبه انه الطفل اتقنها. وبتحب كمان ان نساعد الاهل والمدرسين على التواصل خلال البرامج اللي احنا حنعدها، بحيث انه الهدف كله يخدم الطفل، لانه مش بس يتعلم العربي كمان يحب اللغه العربيه. هلا فيكم انتم تروحوا تسجلوا في الويب سايت على الموقع مجانا، وفيكم تشوفوا الالعاب الالكترونيه وتجربوها، واذا عجبتكم فيكم تشتركوا معنا. وحتلاقوا واذا في عندكم اي ملاحظات وحابين تحكوا معي فيها، بتلاقوا المعلومات تاعتي، التواصل تاعتي، الايميل والبريد الالكتروني موجوده. واذا بتحبوا تتواصلوا معي انا برحب اي مداخله من عندكم. شكرا.